انا بقى برحب بضيفتي الشيف شيماء عبد الحميد. اهلا وسهلا اهلا بيك. بيكي اهلا بيكي يا بيكي دعاء، حبيبتي، نورتينا. انا اللي سعيده بيكي قوي والله. اهلا بيكي حبيبه قلبي. الله يخليك. احنا طبعا هنتكلم على نصايح كده في المطبخ، كنا المفروض نكون في المطبخ وتعملي لنا النهارده، لكن ان شاء الله علشان وقت الحلقه مش هنلحق نعمل الطريقه والمقادير ان شاء الله. والمره الجايه كده ناخد وقتنا ان شاء الله. حاضر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب انت بقالك كام سنه بتعملي الاكل في المطبخ او الشيف؟ يعني انا تقريبا بقالي مثلا من ساعه ما اتجوزت تقريبا، كنت طبعا في الاول خالص مش بعرف، لسه في البدايه. شويه شويه بدات ان انا بقى اجرب، وكنت لوحدي في الاول بجرب لوحدي، لحد ما فوق يعني بقيت اتفاجأ من اراء الناس. محدش يصدق خالص ان انا اللي عامله الاكل ده، والكل يقول لي مش معقول، اكيد انت جايباه من بره، والاقي علامه الاستغراب. فكل ما الاقي حد بيستغرب ازيد اكتر واحاول اكتر وانجح اكتر. فيمكن عليك. ده السبب اللي خلاني انجح، ان محدش يعني. وبعدين الاقي مثلا ولادي يقولوا نفسي في حاجه معينه، الاقي الحاجه دي بتبقى غاليه، اقول لا طب ما انا اجرب، فعلا اجرب، مش ممكن ده كانها بالظبط من بره. فده شجعني بقى. موهبه صح؟ الحمد لله، يعني موهبه مع اصرار بقى. يعني مصره على حاجه وبحب الحاجه تكون تتقدم بشكل حلو مش شكل عادي. يعني امتى بقى بداتي تفكري ان انت الشغل بتاع المطبخ بتاعك ده تحوليه لحاجه احترافيه؟ يعني إيه، انا من يعني كتر تشجيع الناس وانا برضو مصره على كده، وبقيت حاسه ان الموضوع بالنسبه لي مش قصه بس واحده ست بيت في اللي بتعمل اكل بس، لا القصه بقيت احس ان انا مش واحده عاديه، لازم اكون يعني. طبعا انا مش شيف، بس سهل ان شاء الله ان اكون شيف. تشجيع الناس والاصرار وحبي للموضوع قوي خلاني ابقى محترفه الموضوع ده قوي. يعني انت النهارده جايبه لنا كده حاجات عينات، يعني فطاير وكيك، على اساس ان دي افكار للمدرسه او يعني بدايه الدراسه، للخروج، للنادي، التمارين، اعياد ميلاد، مناسبات، مدارس. كل الاطفال طبعا بتتضايق، او كل يعني معظم الناس بتتضايق من الاكل التقليدي. فبحب ان انا اعمل الحاجه بشكل مختلف وحشوات مختلفه. يعني مثلا الفطاير اللي انا عاملاها دي الحشوات بتاعتها مختلفه، كل حاجه بحشوه. وبرده جبن، يعني جبن لانشون، عملت تونه، عملت سوسيس، عملت زعتر، جبنه رومي. طبعا في حاجات اكتر، يعني في ممكن كفته، ممكن فلافل على فكره. يعني طبعا جوه الفطايه، طبعا طعميه، بتبقى جميله. ممكن صوص طحينه كده عليها بسيط. افكار لبنه، حاجات كتير، جبنه كيري. فبحس ان الانسان بيتضايق من ان كل شويه بياكل نفس الأكل بتاعه على طول، فده تغيير يعني. طب بما اننا بنتكلم على المدرسه، قول لنا كده افكار للام ممكن تحضرها لولادها في المدرسه. والله انا شايفه بصراحه ان ممكن مثلا ما ياكلوش عيش فينو على فكره، ممكن عيش اسمر على فكره هيحبوه. يعني انا كنت بلاحظ لما انا كنت باجي اعمل حاجه في البيت ياخدوه، ما ياخدوش الحاجه بتاعت بره. وكنت بقى بحاول ان انا اقدم الحاجه صحيه، مش مجرد شكل وطعم بس، لا لازم تكون الحاجه تكون صحيه وتكون شكلها حلو في نفس الوقت. لدرجه كان يجوا من المدرسه يقول يا ماما محدش بيصدق ان ماما اللي عامله. فده يعني كان بيسعدني بقى. ماشي، كنت بتعملي مثلا، قولي افكار مثلا جوه العيش اللي تكلمينا، العيش البلدي هو الاحسن يعني. لا انا قصدي توست اسمر. ممكن اعمل عيش عليه شوفان، ممكن اعمل كيك مثلا محشي تمر. انت بتخبزي؟ ممكن اعمل مثلا بسكوت محشي تمر، ممكن كيك عليه تمر، واحط بقى حاجات اللي هي اللي بتبقى ما بياكلوهاش تحطيها لهم، احطها لهم ومش واخدين بالهم جوه العجين. مش ولا لسه لما كبروا عرفوا بقى. انت هنا جايبه لنا صور كده من الافكار الحاجات اللي انت بتعمليها. بالظبط. دي مشويات مثلا، دي انا عامله كفته ورز الوان. وحبيت ان انا اقدمه. التقديم على فكره برضو يا دعاء مهم جدا. يعني ممكن واحده تبقى عامله اكل وزي الفل، بس التقديم فعلا بيفرق. أيوة بيفرق قوي، بيفرق جدا. بالظبط. فانا بحاول ان انا يعني مش انافس المحلات، احاول ان انا اكون احسن منهم كمان. الحمد لله. يعني ده برضو كنت انا عامله مندي، وده كيك مخطط. اظن ما حدش عمل الكيك مخطط مظبوط كده. حلو قوي.
في ناس بيفتكروه ركن. يعني بتعملي حلويات وحوادق وكله يعني كل. بس هي الفكره ان الحلويات تقدري تبدعي فيها اكتر في الشكل عن الحوادق يعني. طبعا طبعا. هنا ده ايه؟ دي قطايف او دي فطاير، فطاير كانت محشيه جبنه وزيتون. انت بتعملي بقى مناسبات، اعياد ميلاد، عزومات كده؟ انا الحمد لله انا ما بصدق الضيوف يقول لي اصلا يا دعاء، والله العظيم ابقى فرحانه قوي ان انا هعمل حاجه عشان يقول لي مش ممكن انت اللي عاملاه. يعني انا ببقى فرحانه بالضيوف جدا، بحس ان بنطلق بقى، يعني احس كده ان كل اللي جوايا بيطلع. عزومات بحب قوي بصراحه. الحمد لله. قولي بقى نصيحة برضو لكل بنت. انت بتقولي ان انت بدأتي يعني تبدعي بعد الجواز. بعد الجواز بس بفترة كمان على فكرة. يعني انا في اول ما اتجوزت ما كنتش بعرف، وبعدين زي ما قلت لك كده يا دعاء، لما مثلا ولادي يجوا يقولوا ماما شفنا أكلة حلوة، شفنا مامة واحدة صاحبتي عملت أكل، فأنا بدأت أحس إن الموضوع تحدي بقى، لازم إن أنا ما كانش في أياميها بقى نت ولا في كلام ده خالص، أنا لوحدي، وكنت بفتكر ماما الله يرحمها بكلامها وأطبق بقى، وشوية شوية بقى الحمد لله رب العالمين نجاح 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 لحد ما الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين راضي عن نفسي. انت يعني بقى دلوقتي بتقولي كلمة مهمة قوي، ان دلوقتي بقى في نت فالدنيا بقت اسهل. تقدري في ثانية تكتبي اسم مثلا كب كيك يطلع لك 100 وصفة تختاري منهم. بس اهم حاجة، ما هو في وصفات كتير، بس اهم حاجة ان مش اي وصفة. أيوة. يعني في ناس ساعات فعلا بتقول اي كلام، مثلا الحلويات لازم بمقادير غير الاكل العادي بتاع المطبخ ده، عادي ممكن نحط ملح سكر، لكن البسبوسة لها مقادير، الكيك ليه مقادير. ما بحبش يقول معلقة هرمية، لا انا بحب مقادير عشان تطلع الحاجة مظبوطة. المقادير دي يعني مثلا معلقة كذا، معلقة كذا، معلقة كذا، خاصة اللي لسه في البدايات. في البدايات لما مثلا اكلم، انا بنتي متجوزه فما باجي فلما بتيجي مثلا تسالني على حاجه ببقى دقيقه جدا، انا ببقى عارفه شويه شويه هتعرف بقى، هي تعرف لوحدها. وهي بتعرف بقى تطبخ؟ علمتيها يعني؟ يعني شويه شويه بقى، هي لسه. انت ما علمتيهاش وهي لا في البيت؟ لا هي كانت بتتعلم كل حاجه، بس لسه برضو افتكر يعني زي كده في البدايات. لسه زي في البدايات يعني، مهما كانت البنت في بيت اهلها بتاع بتبقى متعلمه او عندها فكره، بس في حاجات لسه برضو التفاصيل كلها بتبقى هي لما بتشيل مسؤوليه لوحدها. اكيد. طيب انا عايزاكي تقولي نصيحه بقى لكل عروسه، يعني زي ما قلتي مثلا لبنتك لما اتجوزت هي تعمل ايه علشان تقدر توازن بقى بين المطبخ وبين حياتها مع جوزها او ولادها، او لو بتشتغل. هو انت بتشتغلي؟ لا انا مش بشتغل. تمام. انت تفرغتي بقى للبيت والولاد بالظبط كده. انا عندي كمان حفيده على فكره ما شاء الله. فيعني ايه متفرغه للاسره يعني. فقولي بقى النصيحة لكل عروسة. أولا النصيحة، أول حاجة أنا يهمني قوي قوي إن البنت اللي لسه متجوزة مش كل حاجة حد يقولها هاتيها تجيبها، يعني في حاجات فعلا بتتجاب ولازم تتجاب ومهمة إنها تتجاب، وممكن تكون بسيطة جدا زي مثلا السباتولا، مهمة جدا بالنسبة لي على فكرة. وفي حاجات ملهاش أي لازمة خالص انها تتجاب، يعني مجرد ايه يعني حاجات بتتحط في المطبخ وتمر سنين وتبوظ كمان من كتر الركنه. المهم جدا النظافه والنظام، ومهم قوي ان الواحده تبقى واقفه في المطبخ مبسوطه، ما تبقاش واقفه في المطبخ والدنيا مكركبه. يعني بحب دايما مواعين اول باول تتغسل، ما بحبش الواحده تبقى ايه مواعين كتير. النظافه يعني طبعا ونظام. طبعا. والحاجه الثانيه مهمه قوي طبعا ان هي لما تيجي تعمل اي وصفه تبقى محضره كل حاجه من قبلها، ما تجيش في نص الوصفه لا ده انا نسيت كذا، لا ده انا نسيت، لا لازم تكون عارفه الوصفه من اولها لاخرها. ولازم برضو ان هي تقدر مع جوزها وولادها تبقى تقدر ان هي بيتها، وفي نفس الوقت تقدر ان هي تعيش، او لو هي عندها حب الاكل او كده تقدر ان هي توازن ما بين الاثنين. مش تاخد مثلا مجال مثلا مطبخ وتسيب جوزها وولادها. أيوة. والعكس برضو ما ينفعش. كده يعني توازن، يعني توازن. بالظبط كده. قولي لي اصعب اكله عملتيها مثلا ايه؟ يعني هو الحمد لله يعني دلوقتي ما بقاش فيه صعب، بس ممكن اقول من زمان. يعني مثلا انا من الحاجات اللي كنت بتضايقني الحمام مثلا، كان بيضايقني ان فيه كذا حاجه، الحمام دي من الحاجات اللي كانت بتضايقني قوي على فكره. هو اكله صعبه. يعني هغسله وفي حشوه بتاعته ولسه هحشيه، وتحت الجلد المفروض الجلد ما يفرقعش، وبعدين اقليه موال شويه.
لكن الحمد لله بحكم الخبرة، وده مهم جدا برضو على فكرة، ان الواحدة تفكر تنجز، يعني دايما طول ما انا في المطبخ بشغل عقلي، في اهم وفي مهم، في حاجات ببتدي بيها وفي حاجات يعني انهي هنهيها، مش اي حاجه وخلاص. عشان كده بحب قبل ما ادخل المطبخ، وانا قبل ما ادخل افكر الاول ايه اللي هعمله الاول وايه اللي هعمله في الاخر. الترتيب، الترتيب مهم جدا على فكره. يعني انا امبارح مثلا ما دخلت عملت الكيك والفطاير، فكرت هعمل الاول الكب كيك يخلص خالص ويبرد، انا عايزاه بارد لكن مش عايزه ده يبقى بارد قوي، فخليته الاخر. فهو مهم قوي الموضوع ده يعني. يعني مثلا ادي برضو نصيحه لاي ست عندها مثلا عزومه او مناسبه مثلا هتعملها هي في البيت، المفروض بقى ايه؟ تجيب ورقه وقلم وتبدا تكتب من قبلها؟ بالظبط، انا بجيب ورقه وقلم وبكتب كل حاجه بكتبها. بحب في العزايم دايما اعمل حاجات في الفرن، الحاجات اللي بتبقى المقليات دي بتاخد وقت قوي وغلبة قوي، والمطبخ بيبقى مكركب قوي، وانا بحب برضو لما الضيوف يجوا ابقى انا قاعده كده هانم زي ما بيقولوا، لابسه حلو ومستعده، مبقاش قاعده ومش وتعبانه. فبحاول دايما انجز في اعمل حاجات ممكن قبلها بيوم او قبلها بيومين، مفيش اي مشكله، بحيث يجوا يلاقوا الدنيا زي الفل، قاعده بقى ومستنياهم يعني. مش بقى قاعده بقى طب ثانيه واحده اشوف الحاجه استوت ولا لا كده يعني. هايل. طيب قول لنا برضو نصايح للأمهات في تغذية ولادهم أيام بقى المدرسة، إيه المفروض ياخدوه في المدرسة، إيه المفروض يبقى في الغداء، هل لازم وجبة العشاء؟ بس يا رب بس الأولادنا بس يوافقوا على الحاجات اللي أنا هقولها. ماشي. يعني هي الأم بتتعب بصراحة يعني. طبعًا. أنا عشان خاطر الحمد لله رب العالمين ليا في موضوع ده في الأكل، فأنا قادرة. في ساعات بقى ستات ممكن تكون بتشتغل ما عندهاش الصبر ده، بس أنا بهتم جدا جدا إن يعني إن الأم مثلا تحاول لازم تدخل الخضرة، لازم الخيار، الطماطم، الحاجات دي مهمة جدا، الخضار طبعا. بس أنا كنت مثلا لما أجي أعمل لحمة مفرومة أحاول وأنا بحط بعمل مكرونة بشاميل أحط بشر كوسة على اللحمة المفرومة، بشر جزر، بشر ممكن القرنبيط أقطعه صغنن، محدش عارف، اهم ما احطش بسله عشان عارفه ان هم ياخدوا بالهم. شوفي كنت بفكر ازاي، البيض مثلا كنت احط البيض عليه يعني خضار كامل، كان لو بنتي مش بتاكل ولا حاجه خلاص انا اتاكدت انها اكلت. لازم احط خضار، لازم احط خضره في الاكل بتاعي، تفاح بالليل بقى في العشاء مثلا، تفاح برتقال، ده كان اساسي. واحاول بقى مش بياكلوه اعملها مثلا، اعمل عصير، اعمل ممكن تفاح كمان اعمله عصير، ممكن اعمل كوكتيل فواكه. فهي الام بتتعب، ما هي ام بقى طبعا لازم تتعب، لازم تتعب، لازم طبعًا. تفكر فعلا في مصلحه ولادها، وزي ما انت بتقولي الحاجات اللي هم ما بيحبوهاش تشوف ازاي تعرف تدخلها لهم بالطريقه في وسط الاكل، هو لازم عشان يتغذوا. بالظبط كده. حتى الرز كنت ساعات اعمله بحبه البركه. بعمل ملوخيه مش واخدين بالهم، ممكن احط مثلا شويه شوفان على الملوخيه، اقول مش مشكله يعني هيتقل شويه مش مشكله، كنت بعمل كده بصراحه. طيب احنا هنشوف بقى الصفحه بتاعتك، دي صفحتك. انت بقى بتحاولي تعملي بقى فيها ايه، فيديوهات ووصفات واوردرات وكده؟ بصي انا عايزه اقول لك حاجه يا دعاء، انا بصراحه نيتي عايزه اخد ثواب. انا على فكره انا لحد دلوقتي لسه ما عملتش فيديوهات، ولحد دلوقتي لسه ما بعتش، بس انا باخد يعني حتى لو بعت على فكره بحب اي حد يسالني الحاجه دي بتتعمل ازاي بقول بكل صراحه. لدرجه ان بكتب يعني، او مثلا ما عرفتش اكتب ممكن على الماسنجر فويس او على الواتس عشان اخد الثواب. وما تتخيليش على فكره الكلام اللي بقوله والله مش غريب، في ستات كتير ممكن يحصل بينهم مشاكل بسبب انها مش بتعرف تعمل اكل او ما بتظبطش اكل. فانا ان شاء الله من خلال برنامج بتاعك باذن الله ان شاء الله بعد كده احاول بقى ان انا ابيع ان شاء الله. ان شاء الله. بس هقول للناس برضو الحاجه بتتعمل ازاي. اعملي بقى كمان فيديوهات ان شاء الله، اعملي فيديوهات على الصفحه بتاعتك لطرق الحاجه، وبعدين في الاخر ايه، في مثلا ستات زي كده مش بيعرفوا يطبخوا، فمهما اديتيني الوصفه حتى بالتفصيل معاكي قدامي مش هعرف. لا معاكي بالتليفون بقى. تحت امرك والله. حبيبه قلبي نورتينا، اهلا وسهلا، نورتينا، شاكره خالص، شاكره قوي قوي، انا اللي سعيده بيكي والله. شكرا يا حبيبتي، وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.